أكورد 2018 دخلت خطوط الإنتاج قبل بضعة أيام في مصنع الشركة في مدينة مارسيفيل في ولاية أوهايو الأمريكية، فيما يتوقع أن تطرح سيارة هوندا أكورد جديدة للبيع في الأسواق العالمية هذا الخريف، بينما سيتأخر طرح النسخة الهجينة هايبرد إلى الشتاء. ولتدعيم عملية إنتاج أكورد 2018 الجديدة كليا، تستثمر شركة هوندا قرابة 267 مليون دولار في منشأتها في ولاية أوهايو، حيث وضعت الشركة اليابانية قرابة 220 مليون دولار في المصنع، منها 165 مليون لمنطقة اللحام الجديدة والتي تشتمل على 342 روبوت، هذا بالإضافة إلى قرابة 47 مليون دولار في مصنع محركات هوندا في مدينة آنا في نفس الولاية، وذلك لتجهيز هذا المصنع لإنتاج محركات أكورد الجديدة بسعات 1.5 و2 لتر والمزودة بشواحن توربينية. وتستخدم هوندا عددا من التقنيات الحديثة في عملية تصنيع أكورد، ومنها المواد اللاصقة عالية الأداء التي تعتمد عليها الشركة لزيادة صلابة السيارة، وكذلك المواد العازلة للصوت الجديدة والتي ستخفض من صوت الضجيج داخل المكسورة، هذا بالإضافة إلى استخدام تقنية الليزر في عملية اللحام لتثبيت السقف وغيرها من تقنيات التثبيت التي منحت هوندا أكورد 2018 شكلها الجديد. كما تستعد شركة هوندا لإنتاج النسخة الهجينة هايبرد من سيارتها المحبوبة أكورد في مصنع أوهايو، حيث أضيف خطوط إنتاج جانبية لإعداد النظام الحركي المطور والذي يتألف من مجموعة من البطاريات وأنظمة التحكم المتعلقة بها، وإلى جانب المحركات رباعية الأسطوانات المزودة بشاحن توربيني والنسخة الهجينة المطورة. ستتمتع هوندا أكورد في جيلها العاشر والجديد كليا بهيكل خارجي أخف وزنا مقارنة بالطراز السابق، وصندوق تروس أوتوماتيكي من 10 سرعات. وبالطبع فلن توفر خيار المحرك ذي 6 اسطوانات، وهو ما يعد خبرا محزنا للبعض، ولكن يمكنك اختيار جير في 6 يدوي في نسخة سبورت الرياضية.